وعلى الجانب المتعلق بعمل وتوقيتات افتتاح المجسر وصعوبة حركة المواطنين وسط تكريت، يشتكي الناس من زحامات مرورية وعمل تزيد من مصاعبهم. وفي ذات المحور بيّن أصحاب المحال القريبة من المجسر ضعف مبيعاتهم بسبب غلق الطرق المحيطة بالمشروع منذ سنوات طويلة، وعاد الأمر سلبا على مصادر معيشتهم بشكل كبير. أخي العزيز، أكثر من مناشدة وجهناه من خلال إذاعتكم الكريمة. هذا التقاطع يوم شاي جمال كل السبب ازدحامات، لأن مسوين هاي الفتحة ذا من خلال كاميرتك تشوفها، فتحة كلش صغيرة والازدحامات وصلت تقاطع الباندا ومنها جامع الكبير مال تكريت. فإحنا من خلال إذاعتك الكريمة ناشد بلدية تكريت والناشد المرور أن يضعون حد لهذه المسألة. الآن الازدحامات كلش قوية، صار فترة وأكثر من مرة ناشدنا، فقبل فترة جو جزاهم الله خير فتحوا الطريق جماعة المرور وسدوا مرة ثانية من وراء هذا المجسر. مسدين أبو الشركة أبو المجسر سادة حسب ما افتهمنا من الناس من الموجودين، يعني هو سادة حتى يشتغل. أنت إذا شوف بالفضائيات شوف ذيك الاستدارة مخلينها صغيرة، وهاي أيضا هم مخلينها صغيرة. اليوم اكو مشكله اسمها مشكله مجسر الدله، هاي المشكله اصبحت حجر عثره امام المواطن الوافد الى مدينه تكريت وابناء مدينه تكريت. اليوم اذا تجي تدخل الشارع هذا شارع الاطباء يحتاج لك اقل شيء 40 دقيقه لتطلع من هذا الشارع، واذا تجي باتجاه الشارع الباشا ايضا نفس المشكله. اليوم انا اعرف العمل كل سياقات العمل، تبليط الشوارع يا اخوان بالليل، يعني انا البارحه جاي من الموصل، ثقوا بالله بالثنتين بالليل سياره تبليط الشوارع، ما يبلطون بالنهار، يبلطون بالثنتين بالليل بمراكز المدن. اليوم مراكز المدن اليوم شنو ذنب المواطن؟ انت تجي مواطن يتوقف بهاي الشمس، بهذا الحر توقف تقريبا اكثر من ساعه حتى يطلع لشارع طوله 100 متر. بسبب الجسر هذا من هنا بسبب الحاله مالت التردي. الطالب يعني يكملون الجسر؟ يكملون الجسر يعني شركه ايش كم سنه صار له؟ صار له من 2013 هذا الجسر. بسبب الجسر ودا تلاحظون وتشوفون، وهذا التلكؤ بالعمل يعني دمرنا والله، دمرنا وتعبنا، واحنا على باب الله دا نشتغل ثلاث ارباع وقتنا احنا رايح بسبب هذا الجسر. صار لي اذا اقل شيء ثلاث ارباع الساعه. العصر مأساة. معاناة تعرف يعني ازدحام وسيارات وسادين الشارع من هنا وسادين من هناك، واليوم راح يسوون على اساس راح تجي اليات وتبليط، ما كل شيء. وازدحام شوف هاي. كل ازدحام. شو طالبون؟ نطالب ملكه يعني الشارع يبلطونه بسرعه حتى يفتحونه وما يوقع ازدحام.